صباح الخير على كل مشاهدي شبكة أنتي آن وقناة ناين لايف في كل مكان في مصر حلقة جديدة من نهارك سعيد زي كل يوم من 9 ل 11 بنكون معاكم والنهاردة 21/12/2013 يوم السبت والساعة دلوقتي 9 بالظبط صباح الخير يا سارة ومنورانا صباح الخير يا كريم صباح الخير على كل الناس اللي بتشوفنا النهارده في صباح يوم جديد في نهارك سعيد وكريم مقرر النهارده يحتفل بيا بس مش قادره مش عارفه مش عارفه ايه مش عارفه ايه المناسبه انا لسه مش عارفه بس انا كتير مش بعض بس فبحتفل متاكد مفيش طلب كده لا لا ايه ده انا عمري اتمصلحت عليكي طيب امبارح يا جماعه الجمعه زي ما احنا متعودين طبعا السلوك الروتيني المتكرر بتاع الاخوان ان هم ينزلوا يعني يخربوا وامبارح كان عندنا في احمد عرابي اخر الشارع كان في مهرجان يعني اه بس يعني مهرجان. برضو خلينا واقعيين الفرخه بتفرفر فخلاص آه دي اخر حاجه يعني فمعلش نستحملهم بس اسبوعين ثلاثه كمان كده وخلاص اصل في الشارع عندي يا كريم انا معلش هي يعني في ضحايا يعني استحملوا بس الدخان والبتاع بس يعني خلص. والله اخر ربنا حاجه ربنا يكون في عون الشرطه بجد مش ده حقيقة. يعني, يعني وكمان عشان الدستور قرب فده طبيعي انه دايما قبل اي حدث سياسي مهم بيحصل الكلام ده فيعني ربنا يستر بس الايام اللي جايه ما حصلش اكتر من كده بس هو كلام فاضي في الاخر يعني خلينا نقول لكم على فقراتنا النهارده اولها طبعا هتكون فقره الصحافه هتكون منورانا فيها أستاذة صفاء عصام الدين نائب رئيس القسم السياسي بجريدة الشروق هنتكلم معها عن أهم الأخبار اللي وردت في الصحف اليومية وبعدين هيكون معانا الاستاذ باسل اليسري صحفي بالاهرام هنتكلم معاه عن العلاقات المصريه الصينيه الروسيه الكوريه واضح انه العلاقه قويه اه أو. مش قويه وبس يعني ان هي شبه بعض بس آه. انا مش شايفه اي شبه خالص بين بلادنا في الصين الصين وروسيا وكوريا قصدي. المصور الصحفي الاستاذ احمد فريد هيكون موجود معانا النهارده في فقره صوره مصريه هنسرد مع بعض كده الصور اللي هو هيمدنا بيها النهارده ونشوف ايه الاحداث اللي هو ناوي يفرجها لنا في الصور النهارده يعني هل كانت الاحداث اللي موجوده ولا هتكون صور فنيه هيكون كمان معانا الاستاذ طارق مرتضى المستشار الاعلامي لنقابه لنقابه المهن الموسيقيه والصحفيه بجريده الاحرار الجديده اما موضوعنا فهنتكلم عن نقابه الموسيقيين والتعليق على القضايا الفنيه المختلفه ودي اكيد الحاجات اللي شغلة كل الفنانين كانت الفتره اللي فاتت في نقابه المهنه الموسيقيه بالتحديد يعني بالضبط اخيرا وليس اخيرا هيكون معانا الاستاذ عصام الإسطنبولي الفقيه الدستوري هنتكلم معاه عن بعض المواد الشائكه اللي عليها جدل كبير في في الدستور وبنحاول نفهم الناس او ننشر شويه وعي عن بعض المواد اللي ممكن تبقى يعني غايبه شويه عن الناس عشان كل حد عارف هو نازل يقول اه لي او لا ليه مش بس نازل يقول أو خلاص او لا وخلاص أو فبنحاول نشرح كده وطبعا بعد الفاصل هنبدا على طول اول فقراتنا فقره الصحافه خليكم معانا في نهارك سعيد